شهدت مدينة الموصل أكبر حدث ثقافي فني منذ العام 2003، وهو مهرجان الموصل للموسيقى التقليدية المختص بالتراث الموسيقي في المحافظة، والذي سيستمر لغاية 27 من الشهر الجاري. المهرجان ضم في نسخته الأولى الذي تنظمه مؤسسة العمل للأمل بدعم من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضم 12 فرقة موسيقية عراقية وخمس مجموعات موسيقية من أوروبا. ويهدف المهرجان إلى إحياء الموسيقى في الموصل بعد سنوات من الحرب، فضلا عن تقديم مواهب جديدة وإبراز أهمية وجود الفنانين الموصليين والحياة الفنية في المدينة. طبعا هذه بادرة كلش جميلة أنه تقام هكذا مهرجانات في الموصل، طبعا إحياء للتراث الموصلي وإحياء للفن الموصلي. كذلك كان هناك معرض للخط العربي، الأستاذ محمد مطلب أيضا كان له معرض في هذا المهرجان. طبعا المهرجان أقيم على أو افتتح على قاعة المتحف في مدينة الموصل، وهناك أيضا فعاليات ولكن ستكون في أماكن أخرى. يعني الحقيقة هذا المهرجان يعتبر ختام للمرحلة الثانية من مشروع سماع العراق اللي بتنظمه مؤسسة العمل للأمل واللي بتدعمه منظمة اليونسكو بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي. حقيقة بلشنا بحصر للأنواع الموسيقية الموجودة بالعراق وبخاصة محافظة نينوى، فلقينا أنه في عدد كبير وأنواع متعددة من الموسيقى التقليدية بمحافظة نينوى، فقررنا نختار جزء أو عدد من هاي الأنواع لحتى نكون عم ننقلها للأجيال الجديدة، نعلمها للأجيال الجديدة، واخترنا أربع أنواع: التركماني، الموصلي، الريفي والسرياني.